أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعون فيه. اشتداد المعارك قرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأبي أحمد يعلن قيادة الجيش في معاركه الميدانية ضد متمردي تيغراي. المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة وتحصي أزيد من 80 مترشحا. قبيل استئناف أسبوع من استئناف محادثات في فيينا، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران. وفي النشرة، تحذير أمريكي من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع أعداد إصابات كورونا، واحتجاجات عنيفة في أوروبا بسبب فرض القيود للحد من تفشي الفيروس. إلى التفاصيل، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه سيتوجه لساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة جبهة تحرير تيغراي. جاء ذلك بعد أخبار باقتراب متمردي تيغراي من العاصمة أديس أبابا، وبالتحديد منطقة المطارات الجوية. وكان مقاتلو جبهة تيغراي قد أعلنوا الاستيلاء على مدينة شوربيت المتواجد بها أكبر معتقل للسياسيين في البلاد على بعد كيلومترا من العاصمة أديس أبابا. هذا ولا زال القتال مستمرا بين القوات الحكومية والقوات الخاصة لعفر وأمهر على 3 محاور في الجهة الجنوبية. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في وقت تجاوز عدد المترشحين 80 مترشحا ليدخل الاستحقاق الانتخابي أحد أهم مراحله، مقابل استمرار التجاذبات حول الظروف المحيطة بموعد 24 ديسمبر. تنتهي أولى محطات استحقاق الرئاسية في ليبيا لتبدأ إحدى أهمها. نحو 90 مترشحا توقفت عندهم إحصائيات مفوضية الانتخابات وفق الملفات المودعة لديها. وإذ أضحت الكرة الآن في مرمى الجهات القضائية المختصة ضمن عملية البت في هوية المترشحين المقبولين في السباق الانتخابي من المرفوضين، فإن معطيات عدة تبرز كعوامل مؤثرة على العملية الانتخابية ككل. بغض النظر عن الجدل الحاصل حول ترشح شخصيات تبدي كتلة شعبية واسعة داخل ليبيا رفضها لها، تتجه الأنظار نحو مصير مترشحين بارزين تشوب ترشحهم عوائق وموانع قانونية طالما شكلت هواجس بالنسبة إليهم، في مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي من فك ينتقد قانون الانتخابات المفصل على مقاس شخصيات بعينها وفق تأكيده، وهو القانون الذي يعيق قبول ملفه كما يذهب إلى ذلك مراقبون، ويتعزز الطرح هذا بتقلص احتمال إقرار تعديلات عليه، لكن آراء أخرى تذهب إلى وجود ثغرات قانونية في صالح دبيبة. في الجهة المقابلة لا يواجه كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر الرفض الشعبي ودعوات المدعي العام العسكري إلى إبطال ترشحهما فحسب، فالمترشحان يقفان أمام معضلة المتابعة القضائية بحقهما، ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المعمول بها في قبول ملفات الترشح. 12 يوما ستمر فيها ملفات المترشحين على غربال التحقيق والتدقيق، بما في ذلك مرحلة الطعون والفصل فيها، على أن تنشر بعدها القائمة النهائية للمترشحين الذين سيتنافسون رسميا على منصب رئيس البلاد، محطة تاريخية يولي لها المجتمع الدولي أهمية بالغة وفق خارطة الطريق الداعمة لاستقرار ليبيا. أما محاولات عرقلة ذلك فلا رد لها سوى تسليط عقوبة على أصحابها. تراهن
ذات الأطراف. وأكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحميد الحصادي في اتصال سابق لقناة الجزائر الدولية أن الليبيين اليوم يرون هذه الانتخابات المخرج الوحيد للأزمة وتجاوز المراحل الانتقالية. هي ضوابط وقوانين وضعت رغم حالة عدم القبول من بعض الأطراف، ولكن تظل هذه القوانين هي الآن أمر واقع لضبط هذه الانتخابات. أصبح الأمر الآن يعني قبلت الانتخابات من كل الأطراف. الآن وجدنا من يومين يعني ترشح العديد من الشخصيات التي كانت رافضة للانتخابات، يعني ربما يعني تيار فبراير بالكامل كانوا رافضين لهذه الانتخابات لأنها خرجت من طرف واحد ووضعت القوانين يعني من قبل يعني مجلس النواب دون التشاور مع مجلس الأعلى للدولة ومع الأطراف والنخب الليبية، ولكن يظل الصندوق هو الفيصل ويظل الجميع يعني أمام اختيار الشعب الليبي. في السودان يخيم الهدوء على شوارع الخرطوم بعد إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتفاقا حول إنهاء الأزمة في البلاد. هدوء حاضر في الشارع السوداني وترحيب دولي بإعادة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد إمضائه وثيقة اتفاق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وفق شروط وبنود تم تحديدها في الوثيقة لتسيير المرحلة المقبلة من جديد. أولى بوادر انفراج الأزمة تجسدت في الإفراج عن بعض القادة السياسيين من رؤساء أحزاب ومستشارين وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين لاستعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون. حمدوك أكد أن الاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية سترتكز في عمله على قضايا محدودة من بينها التحول الديمقراطي في البلاد. هذه الخطوة وجدت انقسامات في الشارع السوداني ما بين مؤيد ومعارض، مجموعة كبيرة جدا لا زال ترفض هذا الاتفاق السياسي الذي تم بين الطرفين وتعتبر أن هذه الخطوة هي خطوة انقلابية، بينما المجموعة الأخرى تؤيد هذا الاتفاق الذي تم بين الطرفين وترى بأن هذا الاتفاق سيخدم مصالح السودان خلال الفترة المقبلة. ترحيب أممي ودولي بالاتفاق الجديد في السودان، ترحيب اعتبر بمثابة انفراجة للأزمة التي دامت أسابيع في البلاد يهدف بالأساس لدعم العملية الانتقالية. الاتحاد الإفريقي عبر عن ترحيبه بهذه الخطوة كدفع جديد للمسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار للحفاظ على مكتسبات الخرطوم السياسية والاقتصادية، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكا أنطوني بلينكن الأطراف السودانية إلى مضاعفة الجهود لإكمال المهام الرئيسية للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية. كما اعتبر مسؤول شؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إعادة حمدوك إلى منصبه هي أول خطوة لإعادة العملية الانتقالية لطريقها الصحيح. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب إن روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت ونأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار. يحدث هذا في وقت بعث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون هنأه فيها بعيد الاستقلال مؤكدا دعم روسيا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. أعربت إيران عن أملها في أن تكون زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بناءة، وذلك قبل أسبوع من استئناف محادثات في فيينا مع القوى الكبرى لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. تصريحات جاءت تزامنا مع إعلان البحرية الإيرانية عن اشتباكات مباشرة مع قوات أمريكية في الخليج. أقل من أسبوع يفصل إيران والقوى الغربية عن موعد العودة مجددا إلى فيينا لاستكمال الجولة السابعة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في أجواء مشحونة بين الطرفين قد تقلص فرص إنقاذ اتفاق لوزان.
آخر حلقات التصعيد بين الغرب وطهران كانت ما كشف عنه قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رضا تنكسيري الذي اعترف بأن اشتباكات عسكرية مع القوات الأمريكية في بحر عمان خلفت سقوط 9 جنود من قواتها، مضيفا أن مياه الخليج شهدت مواجهات عديدة دون الإعلان عنها لوسائل الإعلام. التوتر على مياه بحر عمان يتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، والتي كانت قد استبقتها تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يطالب الوكالة بعدم السماح باستغلالها لأغراض سياسية. لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها. سنتوجه إلى فيينا لأننا عازمون بشكل جدي على إلغاء العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني بفريق تفاوضي شامل يسعى إلى تحقيق هذا الهدف. بدوره جدد كبير المفاوضين الإيرانيين تمسك بلاده بمواصلة أنشطتها النووية رغم تحذيرات المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي من أن وتيرة طهران المتسارعة في تعزيز مخزونها من اليورانيوم يهدد باستحالة العودة مجددا إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وفي هذا الشأن قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقاهي يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخذ جانب الحياد بشأن الملف النووي. ترسل تقارير من طرف مدير الوكالة أو مفتشي وكالة الطاقة الذرية الذين استقروا في طهران، تقارير يعني لها بعد سياسي أكثر من لها بعد فني وتقني وحرفي، الذي هو يعني الإطار المحدد للتعامل بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية. فاحتجت إيران على تصريحات السيد غروسي عندما يأتي إلى طهران يقول هذه المفاوضات طيبة وجيدة وبناء، وعندما يغادر إيران ويذهب إلى دول أخرى أو في مقر وكالة الطاقة يصرح تصريحات تشجع الأمريكيين على التمادي في غيهم وعلى زيادة العقوبات على إيران. إذن نحن ننصح حقيقة وكالة الطاقة الذرية والسيد غروسي أن يعني يتخذ جانب الحياد ولا يسيس المهام الموكل بها، وهي مهام استشراف، مهام تفتيش، ومهام تقنية وفنية بحتة. في خبر آخر قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تراقب بقلق تعزيز القوة العسكرية للجيش الأوكراني، معتبرا أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها ودول الناتو التوقف عن تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة. يأتي هذا بعد أن قال رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق إن روسيا لديها أكثر من 92,000 جندي محتشدين حول حدود أوكرانيا، وأكد أن موسكو تستعد لشن هجوم نهاية جانفي أو بداية فيفري 2022. بدأت السلطات الأسترالية رسميا تنفيذ برنامجها الخاص باقتناء غواصات الدفع النووي في إطار تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة بدلا عن صفقة سابقة مع باريس. يعتبر انتقال يعني بالنسبة لأستراليا من مرحلة يعني من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بمعنى أن أستراليا الآن تعتبر نفسها أنها أصبحت جزءا من الدول التي ترسم استراتيجيات المواجهة والدفاع في منطقة المحيطين، ولذلك خصوصا وأن الصين يعني لديها حضور كبير في هذه المنطقة، ولذلك أستراليا تعتقد أن معاهدة أوكوس هي عودة إلى يعني كسر طوق الجغرافيا الذي فرض على هذه القارة النائية بسبب انشغال القوى الغربية الكبرى في حروب يعني بعيدة. الآن أولوية هذه المنطقة تلقي بضلالها على الاستراتيجيات الاسترالية خصوصا المتعلقة بموضوع معاهدة أوكوس، ولذلك أستراليا تجد نفسها يعني تضع قدما في النادي النووي ولو بشكل يعني غير علني يعني غير رسمي. أعتقد أنه هي ليس لا تمتلك السلاح النووي ولكنها تمتلك التقنية النووية التي لا يمتلكها إلا الدول النووية.
في شأن آخر، تشهد عديد المدن الأوروبية موجة احتجاجات واسعة ضد عودة بعض الحكومات إلى إجراءات الإغلاق وفرض القيود المرتبطة بجائحة كورونا، رغم مخاوف منظمة الصحة العالمية والحكومة الأوروبية من موجة انتشار أخرى للفيروس. هكذا قضت بعض المدن الهولندية لياليها الثلاثة الماضية: إطلاق للألعاب النارية ضد رجال الشرطة، وإضرام للنار في الدراجات، وتحطيم لبعض واجهات المباني. مدن روتردام وإنشيدا وخرونينغن وليوفاردن كانت على موعد مع هذه المشاهد، ويحتج هؤلاء على قرار السلطات الهولندية العودة إلى الإغلاق الجزئي للحد من انتشار جائحة كورونا، وتشمل الإجراءات تحديد ساعات عمل المطاعم ومنع الأشخاص غير الملقحين من دخول أماكن معينة. رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة قال إن الاحتجاجات تخفي وراءها عنفا صارخا ينفذه حمقى ستتم متابعتهم قضائيا. غير بعيد عن هولندا كان لبلجيكا حظ من موجة الغضب، فقد أثار قرار السلطات تعميم استعمال الكمامة وممارسة العمل عن بعد وتقييد بعض الأنشطة غضبا عارما في العاصمة بروكسل. هناك تجمع نحو 35 ألف شخص استجابة لدعوات أطلقها ناشطون رفضا لفرض قيود جديدة بسبب الجائحة. وفي النمسا التي دخل فيها الإغلاق حيز التنفيذ منذ الليلة الماضية، تظاهر قرابة 40 ألفا من أنصار اليمين في فيينا رافعين شعارات منددة بالإجراءات التي أغلقت بموجبها المجمعات التجارية والمطاعم وصالات الحفلات الموسيقية، مع فرض حجر منزلي يشمل جميع السكان. ويرى هؤلاء أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تصدر إلا عن سلطة ديكتاتورية محضة. وتأتي موجة الغضب هذه التي تشهدها بعض المدن الأوروبية في خضم تنامي المخاوف من تفشي واسع للفيروس في عموم القارة قد يفضي إلى وفاة نصف مليون شخص بحلول الربيع القادم. أشرف أمس الاثنين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مراسم استقبال رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها الجدد بمناسبة مباشرة مهامهم، ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات، ويطلع أعضاؤها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل 3 سنوات. إن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري وترقيته إلى محكمة دستورية يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد وأعمق ليسري على اختصاصاتها الموسعة، فقد تعدى دور المحكمة مهم من ضمان احترام الدستور ليشمل مهام الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة، كما يسند الدستور للمحكمة الدستورية دورا بارزا في العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها من خلال ممارستها للرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والفصل في الطعون التي تتلقاها والإعلان عن النتائج النهائية، مما يجعلها أي المحكمة الدستورية حامياً للإرادة الشعبية. إلى الشأن الاقتصادي الآن، هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول إنعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولويات الإصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام. أطلقت الجزائر خطة جديدة للانتقال الطاقوي تتضمن تحقيق التحول نحو المصادر البديلة في تزويد المنشآت والمرافق الصحية والتربوية بالطاقة في 3 أشهر على أقصى تقدير. الخطة التي صادق عليها مجلس الوزراء الجزائري تشمل أيضا إلزام البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية ومنع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات. في ذروة الطفرة النفطية ما بعد جائحة كورونا، الجزائر تطرح خطة جديدة في سبيل تحقيق الانتقال الطاقوي بتوسيع حصة المصادر البديلة في تزويد الجزائريين واستخداماتهم للطاقة في مختلف مناحي الحياة. الخطة الجزائرية المحدثة تستهدف ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي قصد ضمان استدامة صادرات البلاد من هذا المورد الطاقوي، بتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والدول المتقدمة في ميدان الطاقة الخضراء.
وتنطلق الخطة من تحقيق التحول الطاقوي عبر كل المرافق والمؤسسات التابعة لقطاعي الصحة والتربية في ظرف 3 أشهر على أقصى تقدير، مع اعتماد المعايير البيئية في توجيه قطاعي البناء والأشغال العمومية بالنظر إلى تفاقم معدلات الاستهلاك المنزلي للطاقة بصفتها أكبر الفروع تبذيرا للكهرباء والغاز عبر البلاد. بالتزامن ستكون البلديات ملزمة على استعمال الطاقة الشمسية في ضمان الإنارة العمومية. نفس الإجراءات ستجبر الهيئات المكلفة بإدارة الطرق السيارة والمناطق الجبلية على تنفيذه في أقرب الأجل. ولأنها منافذ لتبذير الطاقة المنزلية، فإن خطة الانتقال الطاقوي تتضمن إطلاق معركة في مواجهة أجهزة التدفئة عبر المطابقة لمعايير ترشيد الطاقة، بإطلاق حملة مجانية للمراقبة التقنية للمدفأت، إجراءات تترافق مع منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للطاقة قريبا للإشراف على السياسات العمومية في مجال الطاقة. تراجعت أسعار النفط في مستهل تداولاتها الأسبوعية الاثنين لتسجل أدنى مستوى لها منذ نحو 2 شهر تحت ضغط ضعف الطلب، وانخفض مزيج برانت دون مستوى 78 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مطلع أكتوبر الماضي بتراجع أسعار العقود الآجلة لخام القياسي العالمي، في حين سجلت تعاملات العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي في أعقاب لجوء واشنطن وبكين إلى السحب من احتياطاتها الاستراتيجية من الخام لتلبية الطلب المحلي. أبانت الطبعة الخامسة لفعاليات المعرض الدولي للإمداد والنقل المقام بالعاصمة الجزائر عن مشاريع واعدة للشركات المحلية الناشطة في قطاع النقل لتدويل أنشطتها وتكييفها وفق مساعي البلاد لرفع صادراتها خارج المحروقات. تحت شعار تدويل أنشطتها، تحضر كبريات الشركات الجزائرية في فعالية معرض اللوجستيك، والهدف المساهمة في إضفاء التنافسية على السلع المحلية، فلا تصدير دون منظومة لوجستيكية قوية وناجعة. ترقية الصادرات خارج المحروقات لا يمكن أن تكون بدون قطاع النقل قوي وحاضر. نتحدث كذلك عن يعني القواعد اللوجستيكية التي هي في طور الإنجاز، بما فيها قاعدة لوجستيكية في منطقة الدبداب، في منطقة تندوف، وكذلك طمن راست، وقريبا في إليزي وأضرار. تعمل على هذه القواعد اللوجستيكية، ستقوم بخلق مناصب شغل أولا، ثانيا كذلك فيه الولوج إلى الأسواق الإفريقية، لأنه وهذا يعني يكون سهل ويكون تقليل التكاليف، لأنه لما تكلفة المنتوج يعني تكون أقل، معناتها المنتوج يكون تنافسي. هنا تكشف المجموعة الجزائرية للطيران المدني عن نواياها في توسيع خريطة رحلاتها المتخصصة في الشحن نحو الوجهات الإفريقية بوضع أسطولها الجوي تحت طلب المصدرين. احنا رانا في الخدمة في المتعامل الاقتصاديين، طائرات موجودة تقدر تروح لأي مكان في أفريقيا، ورانا في الخدمة رانا تحت الطلب، أي طلب موجود نقل البضائع الجزائرية المصدرة نحو وجهات إفريقيا رانا في الخدمة، ما عندنا حتى إشكال ولا حتى عائق لا تقني ولا تجاري. أسطول جوي معتبر يترافق مع مساعي مجمع تسيير الموانئ الجزائرية لتكييف أنشطة المنشآت المينائية التابعة له وفق الأهداف المعلنة للجزائر في إحداث حركية تصديرية خارج المحروقات ورفع المبادلات مع باقي الدول الإفريقية. Les ports, ils ont joué un rôle important il y a de cela bien longtemps et ils sont appelés à encore davantage maturer un peu leur potentiel pour essayer d'assurer toutes les ambitions des nationales et puis les ambitions des pouvoirs publics, celui de créer des corridors, de corridors qui vont conquérir en fait l'Afrique. تعود فعالية معرض اللوجستيك بعد 2 من الغياب لتكشف عن طموحات جزائرية واعدة في التصدير وتوسيع حضورها على الصعيد القاري.
دعت جبهة البوليساريو كافة الشركات الأجنبية إلى الانسحاب الفوري من الصحراء الغربية، معتبرة وجودها في المنطقة خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي. جبهة البوليساريو وفي بيان توج أشغال الدورة العادية الخامسة لأمانتها الوطنية، وجهت نداء عاجلا إلى كافة الشركات الأجنبية التي ورطتها سلطات الاحتلال المغربي للانسحاب الفوري من تراب الصحراء الغربية باعتبار وجودها في الإقليم خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي. إلى أخبار الرياضة، عادت ظاهرة العنف لتضرب الملاعب الفرنسية مجددا في الدوري المحلي، حيث انتهى لقاء أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا بعد انطلاقه بسبع دقائق فقط بسبب إصابة قائد مارسيليا ديميتري بايت بمقذوفة على رأسه في سيناريو تكرر في العديد من المرات هذا الموسم. فرنسا التي لطالما تغنت بسل يبدو أنها فقدت بوصلتها وغرقت في طوفان العنف الذي ضرب شوارعها، وبهيجان بلغت أمواجه مدرجات ملاعبها لتشملها من شمالها إلى جنوبها. فهرس أعمال الشغاب حمل في سطورها أحداثا كثيرة طلقت به جماهير الأندية الفرنسية منذ الجولة الأولى لدوريها الروح الرياضية بالثلاث، فتارة اقتحام للميدان وتارة قذف للألعاب النارية، ودائما لافتات حاضرة تحمل رسائل عنصرية تمييزية في حق اللاعبين الأجانب، خاصة الأفارقة منهم أصحاب البشرة السمراء، بشرة لا يرونها كذلك إلا في مباراة الدوري المحلي. أما عندما يتعلق الأمر بمنتخب الدياكا فلا لبس حتى على تتويج عالمي صنعته تركيبة إفريقية. الحديث عن العنف في الدوري المتراجع إلى المركز السادس في آخر تصنيف لليوفا لكبرى الدوريات الأوروبية يقود للغوص بتفاصيل أحداثه التي شاءت الأقدار أن يكون أحد أعرق الأندية الفرنسية أولمبيك مارسيليا متغير ثابت فيها، أحياناً بصفة فاعل كما يتهمونه، ومفعول به كما ظهر في لقائه الأخير أمام مستضيفي أولمبيك ليون الذي لم تلعب منه إلى سبعة دقائق قبل أن ينهيه الحكم خوفاً على سلامة اللاعبين بعد تلقي قائد لوام بايد ديمتري لمقذوفة على رأسه أردته أرضاً. ليون مارسيليا مارسيليا نيس ودرب العداء التاريخي بين ليل ولانس ومواجهات أخرى كلها كان عنوانها الأبرز العنف يضرب فرنسا. كل هذا ولم يلعب سوى 14 لقاء من أصل 38 للدوري الفرنسي، ليبقى العنف النار التي تهدد فرنسا، فهل ستنجح الأخيرة في إخمادها أم أن للجماهير كلام آخر تقوله؟ ونختم بالثقافة، حيث افتتحت وزارة الثقافة العراقية مسرح الرشيد بالعاصمة بغداد بعد سنوات رزح فيها تحت الرماد بغية بعث الروح في الساحة الثقافية العراقية من جديد. عراق الحضارة والتاريخ يعانق الفن من جديد. ويعود إلى الواجهة الثقافية بفتح أبوابه أمام الوافدين الحالمين بمشاهدة أرقى العروض المسرحية. مسرح الرشيد يرمم خشبته من جديد بعد الحرق الذي تعرض له لاستقبال الفنانين من مختلف دول العالم بعد غياب دام 18 عاماً منذ سقوط بغداد. فنانون من تونس والأردن ومصر وإيطاليا على موعد مع الجمهور العراقي الذواق للفن والمتعطش لعودته إلى يومياته. فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح ستعرض 15 عملاً عربياً وتستمر إلى غاية 26 من الشهر الجاري. استعادة المسرح هي استعادة لذاكرة العراقيين الذين لطالما استمتعوا بالعروض المسرحية التي احتضنها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بمشاركة كبار الفنانين العرب من سوريا ولبنان ومصر.
القائمون على الثقافة في العراق رفعوا التحدي وأعادوا بناء هذا الصرح الفني الذي أخرج المسرح من فترة النقاهة الطويلة. نهاية النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.